النهارده 23 ابريل، بكره 24 ابريل عيد تحرير سيناء الحبيبه، العيد الأربعين لتحرير سيناء. خليني اقول لحضراتكم ان سيناء ككلمه وعباره وحاله بتمثل لنا الكثير والكثير من الافكار والمبادئ والوعاء الحقيقي للوطنيه المصريه. خلال السنوات الماضيه استطاعت القوات المسلحه أن تضرب بيد من حديد على كل المحاولين لمحاولات العبث بمقدرات شعبنا وبلدنا والحفاظ على كل حبة رمل من رمال سيناء. القوات المسلحة خارت حرب ضروس، حرب لسنوات من أجل تطهير هذه الأرض، نجحت نجاحا أشاد به العالم وأشادت به الأمم المتحدة وأشاد به مجلس الأمن. قوات حرس الحدود أيضا استطاعت خلال الفترة الماضية، ثلاثة أربع سنوات الماضية، في أن تسطر بحروف من نور كيف يمكن للقوات المسلحة سلاح حرس الحدود الحفاظ على مقدراتنا، الحفاظ علينا من الهجرة غير الشرعية، من العابثين واللاعبين بالنار المخدرات، استطاعت أن تنجز الكثير. أيضا هناك معركة كبيرة لسيناء هي معركة التنمية الحقيقية. كيف استطاعت الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية تحويل سيناء إلى واحة للتنمية الحقيقية؟ في الجزء الأول من الحلقة كنت بتكلم على 500 ألف فدان في وسط وشمال سيناء، مشروعات صناعية، مشروعات بتستوعب الأيدي العاملة من سيناء ومن الدلتا. ما جرى في سيناء خلال السنوات القليلة الماضية، بث شرايين طرق ومحاور مرورية ومدن جديدة، مدن ذكية، مشروعات سياحية، بيمثل نجاح حقيقي للدولة المصرية مواجهة ومجابهة الإرهاب، وتعمير سيناء كان هو السلاح الناجع. خلينا نروح إلى سيادة العقيد غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك ولكل متابعينك الكرام. كل سنة وحضرتك طيب ومصر بخير والقوات المسلحة المصرية دايما بخير. حضرتك بالصحة والسلامة، واسمح لي الحقيقة أني أهني الشعب المصري بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وأيضا بمناسبة عيد القيامة المجيد، فكل عام ومصر وشعبها الكريم بكل خير. غريب، جهود القوات المسلحة بيعرفها القاسي والداني خلال الفترة الماضية تحملت العبء الأكبر في مواجهة الإرهاب ومجابهته خلال العملية الشاملة التي الحمد لله الجميع شهد لها بالنجاح داخليا وخارجيا. تعليقك على ما جرى خلال الفترة الماضية. بفضل الله قوات مسلحة فندم في جهودها في مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها في سيناء خلال السنوات الماضية لا يخفى على أحد وأنا ألمسه جميعا. والحقيقة لم يكن ذلك ممكنا دون استراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات في الدولة. والحقيقة مجابهة الإرهاب لم يكن عملا أمنيا فقط، وده كان من الدروس المستفادة منذ 2011 وتبعتها. القضاء على الإرهاب كان لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب، وهنا كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن. صحيح. بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل طبعا المعروف لديكم، وده اللي أدى إلى النتائج اللي حضراتكم لمستوها وتناولتها التقارير الدولية وعلى رأسها تقارير الأمم المتحدة، اللي تطرق طبعا لاستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خلال ثلاث محاور رئيسية: محور أمني ومحور اجتماعي ومحور تنموي. لذلك احنا مستمرين مع كل مؤسسات الدولة في التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، لان ده الضامن الحقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب. ولازم هنا ما نغفلش اهمية معركة الوعي في المقام الاول لمقاومة التزييف المتعمد للحقائق ونشر الشائعات والافكار الهدامة. ونخلي بالنا هنا استاذ نشأت ان مراعاة البعد الانساني والاجتماعي دي عقيده راسخه لدى القوات المسلحه. صحيح صحيح. احنا بنحارب طبعا فكر متطرف بفكر معتدل وتنميه وحياه كريمه. ومن هنا كان التعامل
مع العناصر اللي بتقوم بتسليم نفسها طواعية بعد التأكد طبعا من الجهات القضائية والمختصة انه غير مطلوب على ذمة قضائي. بنعمل معاه ايه؟ بنعمل معاه إعادة تأهيل نفسي وفكري، ده بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية. عشان كده يا فندم مجابهة الإرهاب دي مجابهة استراتيجية متكاملة تتطلب تضافر الجهود، وده اللي احنا اشتغلنا عليه بفضل الله الفترة الماضية ونجحنا الحمد لله بشكل كبير ولسه مستمرين إن شاء الله. غريب بيه، عندي تقرير عن جهود قوات حرس الحدود من عام 2019 حتى عام 2022 مثلا في تهريب المواد المخدرة، كان عندي في سنة 19 281 قضية، النهاردة في 2022 40 قضية فقط، عندي 261 متهم، النهاردة عندي 44 متهم، كان عندي إجمالي 52 طن، النهاردة عندي حوالي طن وكسر. وأيضا في مجال الأسلحة كان عندي في عام 19 حوالي 1229 قضية سلاح، والسنة دي عندي 42. أعتقد أيضا أنه التسلل والهجرة كان في سنة 19 759، النهاردة في 2022 حوالي 73، وهذا يدل باختصار شديد على انحسار هذه الفوضى ونجاح لقواتنا المسلحة في تأمين الحدود وإشاعة الأمن والسلام. قاطع يا فندم، احنا طبعا خلينا نتفق ان قضية ضبط الحدود دي من اهم القضايا اللي بتهم اي دولة في العالم، ولا سيما طبعا مصر بشكل خاص لما تعاني المنطقة من حالة عدم استقرار حوالينا. قطع خطوط الامداد ايضا عن العناصر الارهابيه ده كان ليه دور مهم جدا في نجاح جهود مكافحه الارهاب. الحقيقه ابطال قوات حرس الحدود قاموا بدور كبير في ضبط الحدود على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله اللي بتمتد لاكثر من 5900 كيلو. رجال حرس حدود نجحوا في اجهاض مخططات ومحاولات بتهدد استقرار المجتمع والاضرار بالامن القومي، سواء من خلال الهجره غير الشرعيه زي ما حضرتك ذكرت، او المواد المخدره او الاسلحه والذخائر وغيرها، بالتنسيق مع كافه الافرع الرئيسيه. ولما نتطرق لجهود قوات حرس الحدود زي ما حضراتكم اشرتم، من عام 2019 لعام 2022 احنا ممكن نبص للاجمالي، هيقول لحضرتك قد ايه حجم المخاطر اللي بتواجهها الدوله المصريه على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه. غريب بيه، عندي كان الحقيقه التكريم اللي كرمه السيد القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال حرس الحدود كان تتويج وعرفان لما قدموه من تضحيات في ظروف في منتهى الصعوبه للحفاظ على الامن القومي. صحيح. يعني كان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البدايه انه سيناء لن ينحسر فيها الارهاب الا بخطه كامله شامله للتنميه. وده اللي احنا شفناه دلوقتي في سيناء، كان هناك بناء وهناك محافظة على بقاء الدولة، يعني كان في عندنا ايد بتحمل السلاح وايد بتبني. ما جرى في سيناء خلال الثماني سنوات الماضية يفوق ما جرى في سيناء عبر التاريخ. تعليقك ايضا على ذلك وتأثيره الايجابي على دوركم في القوات المسلحة. خلينا نتفق ان جهود القوات المسلحة في مجابهة الارهاب ده كان نجاح للدولة المصرية في اتخاذ خطوات إيجابية جدا نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد. بالتوازي مع الحرب على الإرهاب كانت القوات المسلحة بتساهم بما لديها من إمكانات لدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة خاصة في شبه جزيرة سيناء، والارتقاء طبعا بالأوضاع الاجتماعية لأهالينا. والحقيقة القوات المسلحة أخذت على عاتقها مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء كتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بالتعاون مع كافه الجهات المعنيه في الدوله. وده احد المحاور زي ما اتفقنا، احد المحاور الرئيسيه لمجابهه الارهاب. وعشان نعرف حجم التنميه اللي تمت خلال السنوات الماضيه، خلينا نتذكر ان تم تكليف القوات المسلحه في 30/6/2014 بتنفيذ عدد 443 مشروع لخدمة كافة المجالات التنموية في شبه جزيرة سيناء بإجمالي تكلفة كام يا فندم؟ 401 مليار جنيه. تم تنفيذ منهم 306 مشروع، ده طبعا بخلاف المشاريع اللي جاري ومخطط تنفيذها حتى الآن. طبعا في مشروع إنشاء 5 أنفاق وكباري في اتجاهات إسماعيلية والسويس وبورسعيد،
إضافة إلى 69 طريق بإجمالي أطوال أكثر من 2500 كيلو، إضافة طبعا زي ما حضرتك ذكرت استصلاح نصف مليون فدان. طبعا المناطق السكنية، المناطق الجديدة، تم إنشاء ثلاث مدن سكنية جديدة في رفح الجديدة، إسماعيلية جديدة، مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، ده فضلا عن الإسكان الاجتماعي بمدن شمال ووسط وجنوب سيناء. ومش هننسى طبعا 4100 بيت بدوي. ده طبعا بالنسبة لمجال الإسكان. في مجال الرعاية الصحية الحقيقة احنا أنشأنا عدد من المستشفيات المركزية تصل ل 14 مستشفى، وأيضا إنشاء وحدات صحية تصل ل 16 وحدة صحية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية. إضافة إلى مجال المياه تم إنشاء 30 مشروع جديد لمحطات تحليط وتنقية المياه، فرعا طبعا عن صحارة سرابيوم. أيضا مش هنغفل تكليف الهيئة الهندسية ضمن مبادرة حياة كريمة بالعمل في 10 محافظات بإجمالي 27 مركز. ال 27 مركز دول بيشملوا على ايه؟ 184 قرية بتوابعها. فبتشارك الهيئة الهندسية في المشروعات دي من خلال إنشاء طرق، كهرباء، صرف صحي، ري، بإجمالي مشروعات قد ايه؟ 5200، وطبقا لما يستجد أثناء التنفيذ. كل ده يا فندم يقول حجم المهام اللي تحملتها القوات المسلحة واللي ما زالت علشان نقدر ننهض بالحالة الاجتماعية والحالة المعيشية في كل اتجاهات الدولة وعلى رأسهم شبه جزيرة سيناء. غريب بيه، كل سنة وحضرتك طيب. أنا مش هطول على أساس أكتر من كده، لكن اسمح لي في النهاية إن إحنا نقول جزئية هامة جدا، إن تحقيق الأمن والاستقرار هو الضمان الوحيد لنجاح مسيرة التنمية. ونجاح مسيرة التنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن هي الضمان للقضاء على الإرهاب. عشان كده احنا مع جهات الدولة المختلفة احنا اخدين على عاتقنا النهوض بوطننا والحفاظ على مصالحنا. في الختام اسمح لي الحقيقة ان انا اتوجه مرة تانية للشعب المصري بخالص التحية والتقدير في الفترة السابقة وايضا الفترة القادمة ان شاء الله، واللي هنشوف منها الكثير والكثير من المشروعات ومن النجاحات على الارض ان شاء الله. وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة والشعب المصري كله بخير يا فندم. عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، كنت معنا متحدثا عن إنجازات القوات المسلحة والتحديات ونجاحات خلال الفترة الماضية التي أوصلتنا إلى هذه الصورة البراقة عن شبه جزيرة سيناء. شكرا لك وكل عام وأنتم جميعا بكل خير.